مع أندية الزمالك والصيد في المجموعة الأولى، مع أندية الزمالك والصيد الدقي ونادي الشمس. الفرقتين المرحلة دي هتلعب من دورين رايح جاي، اللي هي الفرقتين الأوائل الأول والتاني هيتاخدوا يروحوا يلعبوا في الدور النهائي. الأهلي كان كسب كل ماتشاته في الدور التمهيدي، ما شاء الله إن إحنا عندنا قطاع ناشئين مبشر جدا بالخير فعلا لفريق الكرة الطايرة ونجوم الذهب دايما بيتألقوا من الصغر إلى المراحل لفريق الدرجة الأولى. خلينا ناخد تقرير مع كابتن حسام عاشور كابتن حسام شعراوي المدير الفني لفريق 19 سنة ولاعبتنا، نشوفوا قالوا إيه وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله اللقاء النهارده كان لقاء سهل جدا، تقريبا لعبنا اغلبه باللعيبه اللي عايزين نديها فرصه ونشوفها عشان السنه الجايه. الجيل اللي هيفضل قاعد في 19 يمكن تكون الفيوم اقل فرقه في المجموعه. الماتش كان سهل بالنسبه لنا الحمد لله، كل الجيمات تحت ال 12. البطوله السنه دي بطوله كويسه، بطوله صعبه، خصوصا كمان بطوله 21 فيها منافسه عاليه جدا. بطولة 19 اللي احنا بنلعبها النهارده من البطولات اللي دايما الحمد لله النادي الاهلي متميز فيها وبيكسبها دايما باستمرار، وربنا يوفقنا السنه دي ان شاء الله ونحافظ على الاستمرار بتاعنا. السن دوت سن صعب جدا، من اصعب الاعمار في التدريب. اللعيبه بتتعامل كانها لعيبه درجه اولى ومش ناشئين، لازم نزرع فيهم روح الدرجه الاولى ان احنا دايما بنكسب، دايما متعودين على الفوز، بنلعب لاخر نقطه في الماتش. مفيش فرقه بالنسبه لنا بينزل نقول الفرقه دي سهله الفرقه دي صعبه، لا انا نازل بلعب باداء بتاعي اداء قوي جدا، بحافظ على ادائي، بحافظ على شكلي، بننمي فيهم روح النادي، الفوز دايما. الحمد لله احنا هنا في النادي الاهلي كلنا متربيين على الفوز من اول الميني فولي لغايه الدرجه الاولى، حتى الدرجه الاولى كمان الحمد لله ماشيين كويس جدا وبنكسب. اللعيبه ديت بنعدها ان هي تبقى نواه للفريق الاول ان شاء الله. لعيبه منهم كتير هنشوفها الفتره الجايه في الفريق الاول. الحمد لله النهارده كان عندنا ماتش مع الفيوم في نهايه الدور الثاني لبطوله الجمهوريه، كسبنا الحمد لله 3-0 وماشيين بخطى ثابته في البطوله. كان الدور الاولاني كان معانا نادي سبورتنج ونادي الزهور، لعبنا 4 ماتشات الحمد لله 3-0. الدور ده معانا معانا سموحه والفيوم وشرقيه للدخان، كسبنا كل الماتشات برضو الحمد لله 3-0. فاضل لنا الدور النهائي، عندنا 7 ماتشات رايح جاي وباذن الله نحسمهم يعني ونحسم البطوله باذن الله، ويكون تاني بطوله لينا في الموسم بعد بطوله القاهره. الماتش النهارده الحمد لله خلص 3-0 وكل ماتشاتنا تقريبا خلصت 3-0 طبعا بمجهود كابتن حسام معانا ومجهود كابتن ميدو برضو، لانه كان سبب ان هو نصعد معاه درجه اولى، وما شاء الله الفرقه فوق متالقه وبتكسب بالرباعيه، وانت عارف طبعا سلسله الماتشات كان سبب كبير قوي ان احنا ننزل ونكسب الماتشات دي. حتى اصعب ماتشاتنا في المجموعه كسبناها 3-0 برضو. لا والله هو الفرقه كويسه، ما فيش اصابات معانا، حتى لو اصابات بسيطه ما تخليش لاعب يقعد على الدكه وما ينزلش يعني. ان شاء الله مستنيين الدور الجاي اللي هو دور النهائي ان شاء الله، بيبقى في 8 فرق بقى نتنافس على مركز اول ان شاء الله هناخده ان شاء الله. هو كان نبه علينا بس ان احنا لازم اخطائنا تبقى قليله، عشان احنا الماتش مثلا اللي فات كانت ماتشاتنا اخطائنا كترت شويه، وقال لنا لازم يعني ما نضيعش سيرف، لازم البلوك، لازم نركز في البلوك والشوت بحيث ان احنا نخلص يعني 3-0 ان شاء الله بسكورات اندر يعني اللي هي 25 15 او اقل كمان. وكان عامل علينا خصم كمان، لو طلعوا فوق ال 15 بخصم 100 جنيه لكل واحد، فالحمد لله ربنا ستر يعني.